السلام عليكم متابعي قناه هل تعلم اليكم اليوم خمس حيوانات انقذت اصحابها من موت محقق في المرتبه الخامسه الخنزير الصغير لولو هذا الخنزير القبيح لم يعرف كيفية الوقوف ولم يكن يبدو أنه ذو منفعة بالنسبة لجوهن إيل لكنها اكتشفت بعد ذلك أنه ذو فائدة ومساعدة كبيرة خلال إجازتها التي تقضيها في غابات بنسلفانيا حيث أصيبت بنوبة قلبية فبدأ الخنزير الصغير الذي يدعى لولو بتنشيط قلب سيدته عن طريق جهاز الصدمات الكهربائية كانت دعابة لكن هذا الحيوان المدهش أخذ يركض في جميع أرجاء المنزل بحثا عن منفذ للخروج حتى وجد واحدا خرج منه إلى الشارع ووقف في منتصفه محاولا إيقاف سيارة رغم أن السائقين لم يجدوا بدا من الانحراف عن الطريق لتفادي هذا الخنزير إلا أنه بعد طول انتظار توقفت إحدى السيارات واتبع سائقها لولو إلى المنزل فوجد جوهين فاقدة الوعي أجرى السائق مكالمة إلى 911 وتم إنقاذ حياة جوهين بفضل التصرف البطولي للولو في المرتبة الرابعة الببغاء ويلي على الرغم من أن بعض الأشخاص ينظرون إلى الببغاء على أنه لعبة وآخرون يعلمونهم الفظاظة ملقين اللوم على من لا يفعل ذلك إلا أنه في كثير من الأحيان تكون القدرة على التحدث التي تمتلكها بعض الحيوانات ذات فائدة كبيرة حتى لنجاتك أو على الأقل كانت كذلك بالنسبة لحالة هانا طفلة صغيرة تحت رعاية ميغان هوارد في الوقت الذي خرجت فيه المربية من الحجرة بدأت الطفلة البالغة من العمر سنتين بتقيؤ ما تناولته في إفطارها فأخذ الببغاء يصرخ بكلمات مثل طفلة وأم وفي ذات الوقت أخذ يرفرف بجناحيه بإصرار مرددا تلك الكلمات مرة تلو الأخرى حتى دخلت ميغان الحجرة ووجدت وجه الطفلة قد تحول إلى الزرقة وطلبت المساعدة في الحال وظل ويلي هو بطل القصة الحقيقي في المرتبة الثالثة القط ويني نحن لا نتحدث عن وين الدمية وإنما نتحدث عن وين القط المعجزة هذا القط الذكي أنقذ عائلته من التسمم بأول أكسيد الكربون وذلك عندما حدث عطل في مضخة المياه في قبو المنزل مما تسبب في حدوث تسرب في منتصف الليل بينما كانت كاتي وابنها وزوجها نائمين لاحظ ويني تغير الهواء فأسرع إلى سرير كاتي لإيقاظها عن طريق مواءات قوية في أذنها حينما استيقظت كاتي لاحظت أنها مصابة بالدوار والغثيان بسبب الدخان بينما كان زوجها وابنها فاقدين للوعي تماما فأجرت كاتي مكالمة ل911 وأكدت أنه لولا مواءات وين القوية التي بدت وكأنها صراخات لكان من المستبعد أن تنجو العائلة من ذلك الغاز القاتل في المرتبة الثانية الحوت الأبيض ميلا قامت إحدى السباحات في الصين وتدعى يانغ يونغ وتبلغ من العمر 26 عاماً بالمشاركة في مسابقة رياضية تدعى الغوص الحر. تتكون المسابقة من الغوص لقاع حوض مائي عمقه ستة أمتار والبقاء لأطول وقت ممكن في المياه. لم تدرك يانغ أن ممارسة تلك الرياضة في هذا الحوض ومع انخفاض درجات الحرارة سيؤدي إلى حادث حيث إن مكوثها في أعماق المياه أدى إلى شلل في ساقيها ومع خوفها الشديد بدأت في الغرق إلا أن ميلا أحد الحيتان البيض الموجودة في المستنقع لم يواجه مشكلة في السباحة لإنقاذها فأخذ يسحب ساقي يانغ يونغ بفمه ويدفعها بقوة نحو السطح حتى تم إنقاذها وكان من المحتمل ألا تنجو لولا مساعدة الحوت في المرتبة الأولى الفيل نانغ نونغ في السادس من شهر ديسمبر عام 2004 قامت سونامي مدمر بضرب المناطق الساحلية للمحيط الهندي مما اسفر عن موت اكثر من 230 الف في 14 دوله، نشأت الكثير من القصص المأساويه ومعجزات النجاه بعد ايام الكارثه ومن بينها واحده هي الاكثر ادهاشا دون شك، وهي قصه نجاه الطفله الصغيره والفيل الذي انقذ حياتها. امبر مايسون فتاه صغيره تبلغ من العمر 8 اعوام، تخرج في اجازه مع امها وزوج امها. واثناء اقامتها نشات صداقه بينها وبين فيل اسيوي عمره اربعه اعوام يدعى نينغ نونغ وفي يوم الكارثه ذهبت الطفله لزياره الفيل وصعدت على ظهره كي تبدا معه يوما من المرح الا ان الفيل قد شعر بالقلق وبدا يتصرف بطريقه غريبه فاخذ في الابتعاد عن البحر رغم محاولته الا ان المياه قد اسرعت بتيار عنيف ومع ذلك ظل الفيل ثابتا ضد الموجه حتى تلاشت المياه وعندما ذهب والد أمبر للبحث عنها وجداها تحييهم في مأمن على ظهر نينغ نونغ الذي أنقذ حياتها إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم؟ فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟